GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم على الاكشن سكريبت 3 او اكشن سكريبت 3.0. ناس كتير بتقول ان الاكشن سكريبت دي لغة غريبة شوية او مش متداولة قوي. اقول لك طبعا هي لغة مش متداولة الا لمستخدمي الفلاش، وده حاجة منطقية يعني. اي لغات برمجة تانية بتاخد وقت كتير قوي 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 في تعلمها، انما الاكشن سكريبت 3 فعلا بأمانة لغة اسهل كتير جدا 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 من غيرها، بحيث ان انت ممكن لو انت في اي لغة تانية مثلا زي الفيجوال بيزك او السي بلس بلس او اي لغة برمجة تانية هتاخد وقت في تعلمها كتير جدا عن الاكشن سكريبت عموما او الاكشن سكريبت 3. الاكشن سكريبت 3 بتتميز دايما بسهولتها، وانها ممكن عن طريق اكواد بسيطة تقدر تعمل حاجة كويسة جدا في وقت قصير، وده الحاجة اللي مش موجودة فعلا في لغات البرمجة التانية. يعني احنا دلوقتي انا بعد دلوقتي بحاول اعمل لك مقارنات بين الاكشن سكريبت واي لغات برمجة عشان تفهم انت داخل على ايه. الاكشن سكريبت 3 فيرجن غير الاكشن سكريبت 2، في الاكشن سكريبت 1، في 2، في 3، دي كلها اجيال من تطور الاكواد او نظام التعامل بين الفلاش وبين الاكشن سكريبت، او زي ما نقول امكانيات زياده في الاكشن سكريبت 3. ناس كتير بتقول لك والله ده انا كنت شغال على الاكشن سكريبت 2 بس لما جيت اشتغلت على الاكشن سكريبت 3 لقيتها صعبه قوي. هو الموضوع مش كده. او ناس بتقول لك مثلا الاكشن سكريبت، لا يا عم ده الاكشن سكريبت 3 دي صعبه، انا هستنى شويه لما الاكشن سكريبت 4 بقى تنزل وامشي نفسي فيها وبتاع. ده لو كان بيستخدم الاكشن سكريبت 2 او ما كانش بيستخدم اساسا الاكشن سكريبت. اقول لك لا، هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان اي تطور في جيل معين من المنتجات او البرامج او اي برنامج او اي حاجه في الدنيا لازم بيبقى التطور ده بيبقى فيه حاجات امكانيات اكتر وفي حاجات اكتر وفي امكانيات اعم واشمل. فالطبيعي جدا ان انا لما باجي ببص على الاكشن سكريبت 3 بلاقي كنت بقول ايه، معلش انا كنت فصلت شويه وقفت البوز بتاع التسجيل، كان جاي تليفون مهم. بقول لك يعني الاكشن سكريبت 3 فعلا فعلا احسن بكتير من الاكشن سكريبت 2. خلينا بقى نشوف انت لو دخلت في الاكشن سكريبت ايه المطلوب منك. والله ايه المطلوب منك؟ انك ما تكونش راجل يعني ذو ذكاء خارق او غير العاده او انسان ذكي جدا يعني. هو خالص يعني الموضوع ان الاكشن سكريبت بالذات واحد اي حد عادي جدا ممكن يتعلمها، وهي كمان في كتابه الكود بتاعها اسهل بكتير جدا 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 من اي لغه برمجه تانية فعلا. انا عايز بس احمسك عن دراسه الاكشن سكريبت 3 والبحث فيها. الطبيعي جدا ان انا مش هقدر اديك كل حاجه في الاكشن سكريبت 3 بس من خلال الكورس ده، بس انا من خلال الكورس ده فعلا هفتح لك مجال كتير، وهقدر ان شاء الله اساعدك على انك تحط اولى خطوات رجليك على الطريق الصحيح في الاكشن سكريبت 3. ناس كتير بتقول لي ان الاكشن سكريبت 3 اصعب من 2. انا عايز اصحح المفاهيم دي، اقول لك ان اكشن سكريبت 3 طبيعي جدا ان لما يكون في جيل جديد من البرمجه او جيل جديد من اي منتج او اي حاجه في الدنيا لازم يكون في تطوير. التطوير ده بيجي عن على اساس تولز كتير ما كانتش موجوده قبل كده. فالتولز الكتير اللي ما كانتش موجوده قبل كده لازم اناسبها اكواد جديده ما كانتش موجوده قبل كده، ده طبيعي جدا. غير انهم في الاكشن سكريبت 3 بداوا ينظموا الموضوع شويه اكتر من الاكشن سكريبت 2 او 2.0. ده بس اللي مخلي الكود اطول شويه في الاكشن سكريبت 3. انما الاكشن سكريبت 3 دخلوا فيها حاجات كتير، دخلوا فيها البعد الثلاثي، دخلوا فيها حاجات عاليه جدا جدا، وما اعتقدش انهم هيطوروا اكتر من كده في الاكشن سكريبت عموما. لان الراجل اللي فعلا المبرمج اللي عملها قال ان هو فعلا كان
خد تقريبا عمره كله بيطور في حاجة زي كده عشان البشرية أو الناس تستفيد منها. أنا شخصيا ما أعتقدش إن هو هيتطور بعد كده، لأن هو فعلا أنا شفت فيه ليه قبل كده صورة وهو بيدخن جوزة اللي هو أو شيشة بالمصري، فأنا ما أعتقدش أبدا إن هو من بعد ما بدأ يدخن جوزة أو شيشة هيتطور في لغة البرمجة دي. شكرا كده أوي لغاية دلوقتي، وفعلا هو عمل إنجاز. مش عايز أتكلم كتير عن مخترع اللغة دي، أنا مش متذكر اسمه بالظبط بصراحة، بس هو فعلا الأكشن سكريبت، عايز الخلاصة بتاعتنا اللي أنا عايز أقولها، اللي هي فعلا لغة أسهل من غيرها. وكمان الفلاش سي اس 5.5 اداك امكانيات في حاجه اسمها سنيبت تولز او كود سنيبتس. كود سنيبتس دي عباره عن اكواد جاهزه، ما عليك انك ان انت بتختار الاوبجكت وبتضغط على الكود ده دبل كليك، بينفذ لك على طول الامر على طول بدل ما تقعد تكتب الكود من اول تاني. وده اللي فعلا ممكن نعتمد عليها شويه خلال الكورس بتاعنا ده، لان انا مش هقدر ادخلك في الادفانسد، انا فقط انا هدخلك تحط رجليك على الاكشن سكريبت 3 في الاساسيات بتاعتها، لان انا لو دخلتك على الادفانسد دلوقتي اللي هيحصل لك حاجه واحده، هيحصل لك احباط وهتقرر انك ما تخشش في الاكشن سكريبت النهائي وهتعتمد على الانيميشن او على الافكتات اللي على الفلاش وخلاص. الاكشن سكريبت 3 طبعا الادفانسد مش هقدر اديها لك، لانك انت ما عندكش المعلومات الكافيه اللي تقدر تغطي معايا كم المعلومات اللي انا هقدر اديه لك. فانا كمحاضر ببقى عارف ازاي بحاضر كويس، ببقى عارف ازاي اتدرج من السهل للصعب ومن بسيط للمركب، فما اقدرش اديك اي حاجه ادفانسد خالص دلوقتي. انا موجود ان شاء الله من بعد ما تخلص الكورس معايا بكل حاجة اسأل فيها، مفيش مشكلة، بس عايزك توعدني ونصيحة لله، يا ريت تبحث كتير في الأكشن سكريبت. مصادر موجودة كتير زي actionscript.org، زي الهلب بتاع الفلاش، زي حاجات كتير جدا جدا. أي كود عايزه بتبدأ تبعتلي فيه أو بتعمل سيرش على جوجل على الأكواد وبتبدأ تعلم نفسك بنفسك، وتبدأ تشوف تيتوريال كتير على الأكشن سكريبت. موضوع الأكشن سكريبت موضوع مش صغير هو ومش كبير قوي، يعني مش عايز أعقدك برضو عشان ما أقولكش كبير وبتاع، لا لا خالص، الموضوع بس عايز تركيز شوية زي أي حاجة تتعلمها جديدة. أنت لما تيجي تتعلم أي حاجة جديدة لازم بتكون عايزة شوية تركيز وشوية استغراب في الأول منك، تستغرب شوية اللغة، بتكون عليك حاجة جديدة فبتاخد اهتمام شوية. يا ريت لو كنت مقرر انك تتعلم اكشن سكريبت باحترافية كمل المشوار وما تيأسش خالص بسرعة، لان الطبيعي ان اي حاجة جديدة بتبقى صعبة. يعني مش عايز اقول لك بقى اكتر من كده، انا عايز بس نبدأ نشتغل بقى عملي على طول. يمكن الانترو دي كانت مهمة جدا بالنسبة لأي حد بيتعلم الاكشن سكريبت 3 او في اول خطوات تعلم الاكشن سكريبت 3. بس يا ريت ارجوك اتعلم كويس اكشن سكريبت 3، لان هي دي فعلا اللي هتبقى مصدر التفاعل، او بين دي هتكون مصدر اي تفاعل بين اليوزر وبين الابليكيشن او المشروع بتاعه. يعني مثلا لما بضغط على زرار ال 3 دي بيحصل حاجه معينه، حاجه بتجري مثلا او حاجه امر معين بيتنفذ، ده كل اسمه انتر اكتيفيتي، يعني كل ده اسمه تفاعل بين المستخدم والابليكيشن اللي انت عامله، سواء كان ابليكيشن على الويب سايت او ان كان موقع اصلا او ان كان برنامج على الديسكتوب. يعني ايه لغة برمجة؟ لغة البرمجة هي لغة او
زي ما تقول بالمصري سين كده يعني، يعني زي ما يكون لغة يفهمها الكمبيوتر انت بتكلمه بيها. يبقى لغة البرمجة هي لغة انت بتتكلم بيها مع الكمبيوتر عشان يفهمك. لغة الاكشن سكريبت 3 او الاكشن سكريبت عموما هي اللغة الخاصة بالفلاش، هي اللغة اللي ممكن تكلم بيها برنامج الفلاش عشان يقدر يفهمك ويعملك اللي انت عايزه. ده تعريف لغات البرمجة. مش هنتكلم كتير عن لغات البرمجة التانية، احنا دلوقتي عايزين موضوعنا لغة البرمجة الاكشن سكريبت 3. ده موضوعنا. ايه بقى هي الاكشن سكريبت 3؟ الاكشن سكريبت 3 هي تطوير من لغة الجافا. هي اصلا لو جيت بصيت على الاكواد 90% منها من الجافا سكريبت. جافا سكريبت ده لغة برمجة خاصة بالويب بتعمل لك شوية تفاعلات في الانترفيس. يعني انت بتشوف مثلا حاجة كده، مثلا صورة بتختفي فاد ان وفاد اوت، مثلا حاجة بتروح من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، او بتروح من اي حتة لاي حتة على الويب، بتعمل زي ما تقول شكل كويس في حركة على الويب سايت. دي اصل لغة الاكشن سكريبت. الاكشن سكريبت لغة مشتقة منها، بدأوا خدوها فعلا من الجافا، وبعد كده بدأ يطور عليها جدا جدا لغاية لما بقت في حاجات 3D وحاجات عالية قوي قوي قوي. زي ما انت طالما انت اقدمت على انك تشتري الكورس ده يبقى اكيد 100% شفت حاجات فلاش عجبتك قوي في الانتر اكتيفيتي بتاعتها او التفاعل بتاعها ازاي. مش هتكلم اكتر من كده، خلونا في الفيديو الجاي نخش على الاكواد وازاي، ايه هي الاكواد واساسيات الاكواد، وازاي احط الاكواد، وازاي اكتب الاكواد. سلام عليكم.